السلام عليكم ورحمة الله معكم محمد أو برينز. قبل أن نبدأ لا تنسوا تصلوا للنبي حياكم الله في مقطع جديد اليوم يا شباب راح فرجيكم كيف تحصلون على سكن الميني القصير الأسطوري مجانا أوكي يعني يا شباب بدكم تقولوا مو هو يا إخوان اللي سعره تقريبا 184 جو جوهرة <applause> <applause> روكس يا إخوان يا شباب يعني هو يا إخوان بدكم تقولوا سكن شبه نفسه يا إخوان بدكم تقولوا ميني لايت أوكي يعني شبه أصلي أوكي راح فرجيكم يا إخوان كيف تسووه بس تابع هذا المقطع للاخر عشان تفهم كل شيء ولا تنسى تحط لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس وبس انشر المقطع بكل مكان عشان الكل يحصله ويشكرك اوكي ربي يسعدكم خلوكم مع الفيديو اصدقائي اول شيء اخوان راح نبحث على شخصيه كلايري اوكي شباب راح نعمل بحث اوكي طيب اول شيء اخوان هي هي تمام هي يا شباب راح نعمل لها هيك وناخذها يا اخوان فري تمام اول خطوه يا شباب راح نعملها تمام حبايبي الشي الثاني يا اخوان راح نحتاجه اللي هي اخوان شخصية كمان ديني اوكي ديني تمام حبايبي ركزوا معي منيح الله يخليكم عشان يا شباب يعني آه يكون كل شيء نظامي تمام هاي هي يا شباب شايفين هاي شخصية ديني راح نعمل له كمان آه الحصول عليه ليه يا شباب عم ناخذهم عشان يا اخوان من خلالهم راح نسوي هاي الشخصية تمام بس ركزوا معي حصلناها، اوكي هلا الحين يا شباب الشيء الثاني كمان راح نبحث عليه، الحين يا شباب راح نبحث على شخصية يا اخوان سيتي، اوكي هاي يا شباب شايفينها؟ أول وحدة شايفين؟ أول ما تبحث يعني أول كلمتين ثلاثة بتطلع لك تمام حبايبي؟ راح نعطيه بحث حلو أول وحدة من هون هذا هو يا اخوان تمام؟ اوكي راح نعمل له كمان يعني يا شباب كله يا اخوان مجانية شايفين؟ <applause> هون يا شباب، الحين يا شباب بعد ما اخذنا الثلاث شخصيات مثل ما اكون شايفين، الحين يا شباب هلا بقى راح نروح نركبهم، تمام؟ شوف يا اخوان راح نروح يا اخوان هلا على شو اسمه؟ على الحقيبة تبعيتك تمام؟ اللي هي هي، تمام؟ انتوا احفظوا يا اخوان الاسماء، يعني يا شباب اللي هي شغلاتك اللي بتاخذهم اوكي؟ هلا يا شباب راح نروح لهون، تمام؟ وبعدين يا شباب راح نروح لهون، هذا الخيار، تمام؟ وبعدين يا اخوان راح نختار يا اخوان شخصية السيتي اللي هي يا شباب هاي تمام مثل ما كنتم شايفين كيف صار الشكل تحت هاي هي يا اخوان طيب هلا يا شباب راح نروح على كلمة يا اخوان هاي تمام وراح نختار يا شباب اللي هي هاي تمام حبايبي تبعيد ديني اوكي ايد ذراع ديني اوكي وبعدين يا شباب راح نروح على الجنبة اللي هي هاي تمام وبعدين راح ناخذ كمان الطرف الثاني تمام حبايبي مثل ما انكم شايفين وبعدين يا شباب راح نروح على هذا الخيار اللي هو ليفتي ليك اوكي وبعدين راح نروح ناخذ يا شباب هاي تمام هاي يا اخوان شوفوا احفظوا الاسم تمام راح نحدد عليه ونروح يا اخوان على الطرف الثاني ونحط يا شباب نفس الاشي اللي هي هاي تمام هيك يا اخوان بكون خلصنا هاي قاي ضل هلا اخر يا اخوان شغله راح نسويها اللي هي بنروح على كلمه يا اخوان هاي تمام حبايبي وبعدين يا شباب راح ناخذ هاي والنزله لا تحت شايفين على النص تحت اوكي شايفين اوكي وبنروح يا اخوان لتحت شباب وبعدين رح ناخذ هاي هيك والنزله كمان لتحت بهالشكل تمام حبايبي هيك تخليه على النص تمام هلا يا شباب هيك بكون خلصنا يا شباب شخصيه اسطوريه يا شباب اللي هي الميني اوكي الميني لايد <applause> طبعا يا شباب بس ضل عليك انك يعني تروح بس تزبطها ملابس اوكي وراح تطلع يا اخوان اسطوريه مثل ما شايفين يعني ما بتفرق شيء عن هديك يا شباب اسطوريه اوكي بدون ما تدفع ولا واحد روبوكس اوكي مثل ما انكم شايفين حبايب قلبي بسها مثلا يا اخوان هي مثلا اوكي شوفوا كيف صارت يا اخي <applause> شباب والله صارت حلوه تمام تعالوا نلبسها مثلا هي تمام هي شوف 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 يا اخي اسطوريه خلص صارت الشخصيه ايش بدك شباب مثل ما كنتم شايفين يا اخوان زبطنا الشخصيه المرتبه مثل ما كنتم شايفين السكن كله يا اخوان بتشبه شخصيه الميني اوكي والله يا جماعة أتمنى إذا عجبكم المقطع لا تنسوا لايك والاشتراك تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد أتمنى يا شباب أنه يا أخوان تدعمونا أكثر من هيك خلونا نوصل يا شباب المقطع 500 لايك 1000 لايك يا شباب عشان نستمر ونتشجع نجيبكم كمان شغلات حلوة ربي يسعدكم أشوفكم بخير مع السلامة